فهذا معنى القدوة والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان ويحسن من الإنسان أن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لم يكن ذلك من خصائصه. فإن كان من خصائصه فللنبي صلى الله عليه وسلم من شرع الله ما يخصه كنبي فله خصوصيته عليه الصلاة والسلام، وأما ما عدا ذلك فكل ما فعله النبي نفعله.